يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع الصوت بقول لا إله إلا الله عند انتهاء المؤذن من الإقامة؟ لا بأس بذلك، تتابع المؤذن تقول مثل ما يقول وتقول لا إله إلا الله، لكن لا تجهر جهرا يشوش على الناس، تجهر بقدر ما تسمع نفسك، نعم، وتذكر من بجانبك، نعم.